حياكم الله يا جماعة الخير. قبل أي حاجة لازم، والله لازم ضروري أصفق الأشياء كثير مرة، أصفق لأننا بشهر واحد زدنا 500,000 مشتري، أصفق لدعمك باللايكات وبالاشتراكات، كلامكم في مواقع التواصل الاجتماعي وبالكومنتات، كسرنا أرقام كثيرة، البث المباشر حق الطاولة وصل فوق 149,000 مشاهدة، وبكذا كسرنا أعلى رقم عربي في منصة تويتش والبث المباشرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وهذا كله يزيدني إني أسعى إلى إسعادك وبإذن الله إنك تنبسط، سواء بالبث او بالمقاطع او باي مكان. انا وظيفتي اخليك مبسوط، انت ما تقصر معي انا ما قصر معك، هذه معادلة بسيطة. فلذلك علمه واتي قبل ان نبدأ مقطع اليوم، غدا يوم الاثنين الساعة 9:30 بث مباشر وحصري على قناتي بتويتش للجولة الاخيرة من تحدي الطاولة. ثانيا باذن الله تعالى انه بينزل المقطع 7 مليون، وبحاول اصوره، ما عندنا سلسله وعندنا الخزنه الذهبيه وعندنا اشياء كثير، لكن كلها بحاول اني ادرك. اللي احتاجه منك عايز مشاهد، شوف كم بقالي مشترك وتوصل 7 مليون بتفرحني. تاكد انك مشترك وابيك تفعل الجرس، لان بكره راح يكون في بث الساعه 9:30، يمكن يكون بث 7 مليون وبرضه بث تحدي الطاوله الاخير. انا ادري في ناس الفهول بيذبحها بشفوش داخل خزنه، ولكن اللي اقول لك من عيوني خليك جاهز ونبهك محظوظ، جدولك بكره فاضي وسلتك وفرحاتك قبل الاختبارات، بحاول اغير نفسيتك. اسال الله انه يوفق كل من يشوفني الان في اختباراته. نسمي بالله المقطع. الفكره المعروفه كام قدام وكام فوق، اللي بيصير زي السلسله اللي فاتت يوم جبت لكم النظاره حقت الجواسيس والمنتجات الغريبه، وكل منتج تشوفه قدامك راح احط رابط تحت وراح ابدا لكم المنتجات حبه حبه. تحتاج منك تقيم المنتجات تحت بالوصف، واللي يقدر يعطيني فكره بواحده من المنتجات يكتبها لي تحت وبقرا. ما راح اطيل، ابدا الان وانا متحمس لشيء مره، وتوقع بالثمنيل طلع لكم. سنعود بعد قليل. قبل أن نبدأ بالمنتج الأول، حاجة من زمان ما قلتها لك، اليوم بقولها لك لأن في أشياء تغيرت. عزيزي المشاهد، نون رجعوا لنا مرة ثانية وقالوا يا أبو حميد غيرنا الأكواد شوي بس للمرة، لأننا زدنا التخفيضات والمتابع صار يمدي يستفيد أكثر. بكل بساطة كودين جديدة، انسى القديمة مؤقتا، الأول جي سي اس والثاني في بي بي، ومسوي لك خصومات إلى 70%. ومو بس كذا، إذا استخدمت الكود حتى على الخصومات يخصم لك زيادة، وتقدر تستخدم متى ما تبغى، على كل شوي تطلب وتستخدم، تطلب تستخدم، تحرق حرق عادي، سواء على الالكترونيات او العطور او الازياء او حتى افضل منتجات نون. ادخل وتشوف قدام عينك واللي يجوز لك اختاره. اهم شيء اذا وصلت عند خانة الكود تستخدم الكودين اللي ظاهره قدامك، 3 حروف جي سي اس وتحط تطبيق، وعلى حسب المنتج يعطيك تخفيض. واكيد كلنا عارفين نون تقدر تقصدهم عن طريق تمارا او تعطيهم كاش دفع عند الاستلام اللي تبي. رابطهم تحت والاكواد ظاهره قدامك. عليكم بالعافيه ومشاهده ممتعه واستمتعوا بمقطع اليوم. عدنا. طيب هذا المنتج اللي انا يا جماعه الخير شفت له مقطع، ما ادري هو صدق ولا لا، هو خطير اذا كان نفس اللي شفته. هذه عصا سحريه، العصا تطلع نار، شلون ما ادري، ابوريكم الان وبنستكشفها مع بعض. بفتحها قدامكم، بسم الله، مكتوب ماجيك واند. اتوقع نفتح المنتج مع بعض. العصا الناريه هذا شكلها، طاحت، ظاهر قدامكم. المنتج يجي فيه أشياء غريبة. هذا إيش؟ أوكي، شكلها جامدة. هذه عصا تطلع نار، المفروض إنها عصا تطلع نار. كيف تستخدم؟ إن شاء الله إني ما أحرق شيء. فيها أون وأوف ورا، بنجربها. هذه الطريقة في البداية، تمام، نسوي كذا يا شباب بهذه الطريقة كذا، حاجة بسيطة، وبشقها برضو زيادة احتياطا. اوكي، فك الشارجر، نبي نضغط ونشوف. عبد الله يمكن احرق اجيب ليتها. شوف شوف، جاهز؟ ندخلها، هني صغرها اكثر عشان ما، والله ماني بصغرها. بسم الله، بسم الله الرحمن، بسم الله، الله يستر. يمكن احنا جهز تطفي على طول، ها؟ لا لا ولا تك، ها؟ الكاميرا اللي فوق، شوف بعدها. لا لا مالك، بطلعها كذا. اصبر 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 اصبر.
عرفت. اوكي عرفت يا جماعه، انا قاعد اهبد من اليوم، بجرب كميه اكبر. اوكي كميه اكبر زياده. نشوف ما سوينا كذا. كميه كبيره الان، تمام. ديم ايه، راح نجرب عليها. احمد باي، شوف مجي ايش فيك، ما في خوف. شوف شوف اروح بحط زياده، بحط زياده رصاص. انا وريك سحر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فيك ها. تعال سحر سحر سحر. لا سحر، شوف هذه عصا. طيب تعرفها؟ اي حق هاري بوتر. ايش تسوي هذه؟ ما ادري، تطلع جني. ايه سحر سحر مالك. ها سحر. شيك احد. والله حلو سجل جامده. لازم عندي رصاص صراحه، لازم عندي رصاص. ليه شيل الحين؟ لا فاضي وين؟ رهيبه مره، والله رهيبه. تشغل قبل شويه. هذا رصاص حلو. تدوره كذا. ايه الدوره 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 كذا، تمام. ثم ندخلها هنا. مره حلو، رهيبه ادمان. بسم الله رهيبه ادمان والله. رب الكعبه سحر. يا انا بجرب الحين شيء واحده كبيره مره. اطلق ما تطلق على المكان. اجيب لك بالونه. ايه ابعد شوي، ارجع شوي، عاد خمسه. ايه لا طريقتنا صح، بس حنا دخلناها مرة قوي. أصص عدد. إيه طلعت لازم تكورها. ياب هيه الحوش. والله لا خلها هنا في الزاوية. يلا شغف أحد يبك. لا حطها عد بعد. ها يلا واحد. صبر بسم الله. ما تجي الهواء قوي والله مرة قوي. بسم الله بجرب أطول واحدة عيال. ها بدت يوم كبرت صارت هبوة. أيه. رهيبة مرة والله، هي مرة حلوة. المنتج اللي بعده بسم الله، حمينا ندخل بالثقيل. بسم الله ايش عندنا يا اخوان؟ هذا جهاز او ما ادري وش يسمى، ممكن طلعت لكم الصورة قدامكم لو الفه ممكن كذا يكون اوضح. هذه الرجل اليمين وهذه الرجل اليسار وهذا انسان لابسها. طيب ايش السالفة يا احمد؟ خلونا نفتح نوريكم. يا جماعة هذه كلفتني كثير، بس لازم تضبط، لازم تضبط. المنتج اللي أمامك هذه رجل صناعية. كيف يا أحمد رجل صناعية؟ تزيد الطول، طال وين توصل لي أنا؟ يعني تزيدني، لا معليش صح أنا بس أبني، تزيدك تقريباً يمكن 30 سنتي. يعني إذا أطولك أنت 170 توصل مترين. فجت خطة ببالي أنا، أبى أفصل ثوب طويل وبلبسها، لكن المشكلة مو هنا عشان تغطيني رجلي كاملة. المشكلة إنه أخاف إني ما أعرف أستخدمها. فبجربها الآن، وإذا شفت الوضع ضبط أبى أحاول أدخل على العيال كأني يعني مسوي شيء، أبى أشوف إيش بيقولون، أبى ردة فعلهم، أبى أشوف صدمتهم، أبى أجربها أول شيء ثم نشوف. يلا بسم الله. طيب يا أخوان بعد دراسات في الموضوع طلع صعب، الشيء اللي حطيته برجلي مرة صعب وخطير. الآن الساعة 2 الفجر، والله يا جماعة من 10 وأنا قاعد أحاول، مرة صعب. أبغى أوريكم ليش صعب. أول شيء ما تقدر تبون كيف ويت تعالينا. واحد تو تشخت لازم مساعده. طيب ها بدر بسرعه. انت تساعدني كرسي ايش بدك؟ شوف ايش هذا؟ ايش فيك؟ هذا عشان العجوز، عشان اصير اطول منك. اصير اطول منك تخسيت عقب. خسي والله تخسي. ارجع ها
يا احمد الحين في كلمه تضربني تقولها اصبر لا تطيح 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 اسمعني تعال انا خاف اناظرك تنكسر قلبك الدنيا تنقلب بس يا جماعه الخير صعب الموضوع صعب من دون ما امسكك تقدر تكون خليني بجرب ايه والله ما تجرب ايه اصبر هي مهاره هذه اوكي انا بحاول بحاول بس هو خطير مو احمد لا تنسى تقرا احمد ولدي واحد اثنين شفت الحركة هذه؟ هذه مرة احمد مو لازم تسطي ترى عادي لا لا بس الان احمد ترى بدي عليك لا 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 مش مالك عليك لا 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 اطيح لا اطيح لا اطيح قد شفت كيف؟ الموضوع يبغى له بس تدريب يا جماعة الخير انا اول ما اتدرب عليه احمد ليش هناك عادي ترى شوف كيف بدور وبلف وشوف اتحدى يلا اتركك اتحدك فكني ما عليك لازم الواحد يتعلم مشي هو الحال شفتوا كيف عزيزي المشاهد بكل بساطه وبكل سلاسه قاعد امشي بس ما اعرف اوقف بدر ما اعرف اوقف ها انا 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 اسال احتياطات يا اخي قصير انت مره يا اخي بدر قاعد اسرع بدر قاعد اسرع مشيك استغفر الله صدق ما يمديك توقف والله انا احسن انه يطقطق والله لا عزيز المشاهد بغى يطير اوكي طيب اوكي انا لازم اوقف الان لازم اوقف انت احمد لازم تصير رجال عشان ابغى اروح اوكي هي بسيطه بس 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 اوكي ماني طايح ماني طايح ما انت طايح تحيه لك عزيز المشاهد بطيح حلو انت الموضوع بسيط احمد 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 قدرت تطيح لا ما قدرت والله والله انا ودي المشكله ما اعرف اذا والله ودي الان بحاول اتدرب عليها يا عيال بحاول اتدرب عليها لين ما يجون العيال الباقيين وبصدمهم بالطول اللي شكلي ما بصدمهم فيه والله هي والله بس يبغالها تدريب اتركها والله اتركها خلها اترك ناخذ بريك نتدرب ثم نرجع يا كلب هلا حافي حافي ليش وين بابوشك تدرون يا عيال ايش صاير وش صاير وش تتوقعون وش في يا اخي ما احب الاخضر راح سوى مقلب بالفيلا راح خرب شيء بالفيلا تكفى لا والله خرب هذا ايه ماشي فيها غرفه جاي شيء خربت غرفه بقول لكم ايوه ايش فيه انت ايش سويت شيء واحمد صار له شيء وشو سويت مقلب واحمد صار له شيء يا اخي تكفى معلش يا اخي فكر تكفى والله وش في تعال تعال هدو 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 انا بوريك وش هدو بسيطه 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 وش في تعالوا تعالوا تكفى بدر تكفى والله والله لا بسيط بسيط الموضوع كله بسيط احمد اصبر 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 هو جا شيء ابغاكم توقفون هنا ابغاكم توقفون كلكم هنا هو جا شيء ابغاكم توقفوا كلكم هنا ابوريكم بالضبط ايش صار وقفوا اجل سليم شكله سليم دمك الله وقفوا ناظروني تعالوا خلوكم ارجعوا ورا لا تلتفت ورا لا تلتفت لا تلتفت ورا مهما صار طيب يلا تمام مهما صار لا تلتفت ورا ما بلتفت بسرعه طيب خلوكم ثلاثه انا اول واحد طيب يا عيال صاير شيء يا عيال تدرون ان في واحد سوى عمليه وش عمليه ايش وصار اطول من قصكم والله يا الله طويل يا عيال طويل احمد واحد يمسكه 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 يم
انا خايف ما اقدر ارجع ارجع قسم بالله لا اكلم بالجوال بعدك احترم طولي اقل الله احترم طولي اسمع انت وياهم تسمعون الله يا اخي احمد ابعدك والله بيدق هذا وزنك هذا كيف كيف التجربه والشعور امسكوه طبيعي غير مكان اقسم بالله لكن الحمد لله انا راضي عرفت انا راضي شوي يعني هو طول كويس تعال شوف اي والله خير اللي جرب اسلم على واحد بس والله تعب حسيت الناس يتعبون كيف اي والله تعب يا والله مشكله احنا تعود الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع اتمنى استمتعتوا وزي ما قلت لكم اذا تبون زياده علمونا يعطيكم العافيه شكرا لكم لا تنسوا البث بكره الساعه 9:30 اخر تحدي الجوله الاخيره حقت الطاوله نراكم على خير في امان الله.